فنان من طراز خاص استطاع أن يجد لنفسه مكانا في وقت كانت السينما المصرية فيه تعج بعمالقة الفن والكوميديا، إلا أنه بملامحه الطيبة وطريقته المميزة أحبته الكاميرا وتابعه المشاهدون في الوطن العربي بعدما أضحكهم من القلب لأكثر من عقدين. إنه حيرم في مسلسل عيون، ومنصور ابن الناظر في مدرسة المشاغبين، وعاطف في مسرحية العيال كبرت. إنه الفنان الكبير الراحل يونس شلبي الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده.